يعني ان هي بس بالظبط. طب احنا ايه ده، ده انت ده هنا دي الصوره دي وانت مصابه حبيبتي، ده انت عملتي العمليه صح؟ عملتها الحمد لله، كانت صعبه قوي. صعبه جدا. احكي لي بقى عن الصور اللي احنا شايفينها دي. يعني قضيتي فتره الاصابه دي ازاي؟ بصراحه هي الاصابه قطع في الرباط الصليبي دي يعني رخمه يمكن بصراحه اصابه رخمه جدا، يمكن هي اوحش اصابه تيجي لاي دي لاعب، حقيقة يعني صح. ما فيش اصابه اوحش من كده. انا لما اتصبت في ماتش فاينل وقعت في الماتش، كان بالنسبه لي الموضوع كان صعب قوي. انا ركبتي لفت ومش وانا مش عارفه ايه اللي في ركبتي. اول ما وقعت قعدت اقول انا جالي رباط صليبي. انا اصلا ما اعرفش ايه الرباط الصليبي ده، بس انا حسيت ان انا ركبتي مش في مكانها، لفت يا مينيمم نهار ثلاث ابيض. مرات اوف، وانا مش عارفه امسكها، عايزه امسك ركبتي. انتي في الصوره اللي فاتت، ده معلش رجعوا لنا الصوره اللي فاتت. الصوره اللي فاتت دي الصوره اللي فاتت دي كانت في دي لما انا ده اتصبت. جوزك؟ ده جوزي ساعتها، كان خطيبي، بس هو دلوقتي احنا اتجوزنا وهو هو اللي لابس شميز، وده جوزي برضو. كان الموضوع كان صعب قوي على عليا وعلى الناس كلها بصراحة اللي حواليا، على اهلي وعلى جوزي وعلى يعني كل الناس. اختاري حد من اللي كانوا موجودين حواليكي وقتها ووجهي له كلمة. هو اهلي وجوزي، يعني انا يعني هحكي موقفين. جوزي بصراحة ما سابنيش من ساعة ما انا وقعت لحد لما رجعت، الحمد لله كان معايا دايما في كل حاجة، كان موجود بيطمن عليا دايما اني لازم ارجع كويسة تاني. وكمان اصابة الرباط الصليبي دي برضو نفسيا بيبقى الموضوع محتاج نفسي اكتر من محتاج ان هو يبقى ان انا فيزيكلي كويسة، لا هو منتلي لازم ان انا اكون كويسة. وده اللي كان هو جوزي بيعمله دايما، انك تبقي دايما خلاص انسي، ما تخافيش ان انت تقعي تاني، خشي في كل كورة ما تخافيش. صحيح. مامتي بقى، يعني مامتي ما كانتش موجودة في الماتش ده بصراحة، جت اسرع من الاسعاف، يعني احنا طلبنا الاسعاف مامتي جت اسرع منها، وانا ساكنة بعيد عن الاستاد، فمامتي جت على طول ما قدرتش تشوفني. فلو اوجه حاجة ممكن اوجه لاهلي وجوزي، اقول لهم يعني شكرا على السنة اللي انا تعبتكم فيها، ويعني سنة كانت سنة اوف، يعني 10 شهور، فقريب من سنة طبعا. صعبة قوي. فبس انا اوعدهم ان انا هيبقى ورث السنة دي ان انا ارجع الحمد لله يعني كويسة، واحقق لكم الالقاب كلها السنة دي. الحمد لله الحمد على لله على سلامتك، سلامتك، ده أهم أهم حاجة من حاجة. أي حاجة وأهم من أي لقب. دي حقيقة. سلامتك ده أهم حاجة.